السلام عليكم، عامل ايه؟ يا ساتر يا ساتر، صباح الجمال والكريستال يا عمي. صباح الجمال يا مرات عمي. ان الممثل يدرس شخصية ويدور حواليها عشان يأديها صح، ده ممثل شاطر. لكن ان الممثل يضيف لها من عنده متلازمة او حركة زيادة عشان شايف فراغ في الشخصية يقدر يكمله ويخليها متكاملة، ده ممثل اشطر بكتير. نضال الشافعي من الممثلين اللي اقصدهم بالمثال التاني. فنان موهوب قادر يتشكل على كذا لون بمنتهى السلاسة والخفة اللي في الدنيا. فنان طالع بدون اي واسطة، طلعها بدراعه زي ما بيقول وتعبه واجتهاده. فنان في بدايته كان سهمه طالع بسرعة الصاروخ، لكن دلوقتي هو فين؟ تعال معايا، انا احمد اسامة وهحكي لك ايه اللي حصل بالظبط لنضال الشافعي. ما تنساش بس السبسكرايب عشان نوصل 10,000 مشترك. نضال الشافعي زي ما قلت لك عنده موهبة مش موجودة عند ناس كتير، والموهبة عشان تبقى قادرة انها تطلع فنان ناجح وشاطر بجد لازم يجي جنبها دراسة وخبرة عشان تبقى قادر تعمل بصمتك المميزة في عقول الناس. نضال الشافعي دخل معهد الفنون المسرحية وتخرج منه، بس لقى ان اللي اتعلمه هناك وطبقه كان شوية مسرحيات تاريخية، هاملت على روميو وجولييت ودراما كتير قوي كده. شاف ان لسه ناقصه حاجات كتير لسه ما اتعلمهاش. سمع نضال الشافعي عن مركز الابداع مع خالد جلال، وعرف انه بيدرس صح ومطلع دفعه اولى كلهم اشتغلوا وكسروا الدنيا بعد ما اتخرجوا من عنده. لقى انه هيستفاد اكتر بكتير عن اللي اتعلمه في معهد الفنون المسرحيه. لو ما تعرفش مركز الابداع ومنهج خالد جلال، فمركز الابداع ده لا مؤاخذه يعني هو بينظف الممثل، بيصنفره كده، بيخليه يعيد اكتشاف نفسه من اول وجديد. يعني نضال الشافعي مثلا كان ممثل درامي في معهد الفنون المسرحيه، ولما دخل مركز الابداع بقى حس انه عايز يلعب في حته الكوميديا وعايز يسمع ضحكه الناس في المسرح اكتر من عياطهم. فزي ما قلت لك بيخليك تعيد اكتشاف نفسك من تاني. الممثلين اللي موجودين دلوقتي اللي مالين السوق كلهم على بصراحه يعني شابوه ليه ده المشروع ده انه مكمل لغايه دلوقتي، وانا سبورت ليه بكل حاجه يعني. ولذلك انا حتى لما حد من بعض الشباب يكلموني يقول لي مثلا ايه انت قدمت، عايزين نخش مجال التمثيل، عايزين نعمل اول حاجه بقولها مركز الابداع. خصوصا بقى ان نضال الشافعي من بدايته وهو باين عليه الحماس والشغف اللي قايد زي النار جواه. بيفضل نضال الشافعي يعمل مسرحيات كوميديه في مركز الابداع اللي كان بيحضرها مخرجين وممثلين كبار قوي زي ساندرا نشأت والزعيم عادل امام، ولحد ما بيشوفه شريف عرفه وبيلاحظ على طول موهبته، وزي ما بيقولوا كده خطفه عشان يمثل في السيت كوم اللي هيغير حياه نضال الشافعي، سيت كوم تامر وشوقيه. سيد ميكروباص في تامر وشوقيه كان مختلف، اختلاف مش طبيعي. لا، شخصيه سيد نفسها نضال الشافعي مزود لها ياما من عنده، مزود لها حركه زياده، عصبيه، رياكشنات ارتجاليه بتظهر مره واحده قدام الكاميرا. عبقريه نضال الشافعي انه كان فاهم يعني ايه سيت كوم اصلا من قبل ما يبدا يشتغل فيه. ممكن تكون انت دلوقتي اصلا سبت كل حاجه وقعدت تفتكر افات سيد في تامر وشوقيه اللي ما بتخلصش. ايه ده؟ هو في حد بيسلم ميكروباص الايام دي؟ الله، جنان ده ولا ايه؟ ولا هتعمل ايه في الاسبوع ده يا سيد؟ هسيش. حضرتك تحبي حلو باشا؟ اتفضلي يا باشا، اتفضل حضرتك، اتفضل يا قمر. حلو، ان شاء الله اتمنى زيارتكم وطلبكم الميكروباص. سنه 92 ايام الزلزال كان في مساكن جنبنا اتمسحت من على وش وجه الارض. ده ليه؟ الناس كانت فاكره في الاول ان الموضوع ده من الزلزال، محدش كان عارف ان شوقيه كانت اتعكست في اليوم ده وفي المنطقه دي. كون ان الموضوع يتكرر تاني سنه 2006 ده ملوش غير معنى واحد. ايه؟ ان الاجيال الجديده لسه ما تعرفش مين السيد مرسي عويش. ايوه، يعني انت جايبه هنا تعمل بيه ايه؟ انا مش عرفني انا، الله، هي الخطه جت لغايه هنا ووقفت. تامر وشوقيه بالنسبه لي هو اللي فتح باب للسيت كوم فعلا في مصر، هو وشباب اونلاين. سيت كوم كما قال الكتاب، مش مجرد يلا شويه حلقات قصيره وصوت ضحك في الباك جراوند وكام افيه ويلا سلام شكرا. لا، هو السيت كوم اصعب من كده بكتير صدقني. شريف عرفه كان ليه دور كبير قوي في نجوميه نضال الشافعي السريعه، وان جيت للحق السرعه دي اعتقد بوظت حاجات ياما، وهقول لك هي بوظت ايه بس كمل معايا للاخر. شريف عرفه لما شاف اداء نضال الشافعي في تامر وشوقيه زاد انبهاره بالفنان ده اكتر من الاول، وقرر انه يديله فرصه عمره في فيلم الجزيره بدور فضل الحفني. بس فرصه عمره دي بقى كان شريف عرفه عايز يتاكد بيها اذا كان ده الفنان اللي يتراهن عليه فعلا ولا لا. دور فضل كان اخرس. لو ما تعرفش فاهم ادوات الممثل في اي عمل هو لسانه، طريقه كلامه ولكنته في الحوارات. فلما يطلب منك تادي دور اخرس انت مطلوب منك توصل مشاعرك دي من ورا الشاشه وبحركات ايدك، لغه الاشاره، انت فاهم؟ شوف انت هتعملها ازاي بقى، دي بتاعتك انت مش مشكلتي. نضال الشافعي عملها زي ما كان مطلوب منه بالظبط،
يمكن أزيد كمان. نضال راح عمل معايشة مع مجموعة ناس من الصم والبكم، اتعلم لغة الإشارة، قعد وسطهم لحد ما فهم هما بيفكروا ازاي وحساسين ولا لأ، وبيتواصلوا مع الناس بأنهي طريقة عشان يوصلوا مشاعرهم. ولما فهمهم بقى جه قدام الكاميرا ومثل دور فضل الحفني، قدر نضال انه يوصل لي شعور التوتر، وقدر يوصل لي شعور الحزن والزعل، وقدر يوصل لي شعور الفرحة برضه، مع ان دوره في الجزء الأول قصير، بس لما كبر شوية في الجزء الثاني قدر يبهرنا أكتر وأكتر بقوة أدائه اللي كان فيها حتة كوميديا بتخفف حدة الدراما في وسط ما انت بتتفرج. في ممثلين دلوقتي او قدام شوية لما بيطلب منهم يعملوا دور اخرس تحسهم انهم حافظين رتم الاخرس. يا جماعة لا، الاخرس اكبر من كده بكتير. الاخرس هو 90% عايش في دماغه. الاخرس هو مش مجرد كتلة تلج ملهاش مشاعر مجرد بتزعق وخلاص. الاخرس تفاصيله اكبر بكتير من انك تجسده في مجرد همهمة او كلام ملوش معنى. مش عارف او ما عنديش معلومة قتلوه ليه في الجزء التاني بصراحة، بس اللي اقدر اقولهولك ان نضال بيهتم بادق تفاصيل الشخصية بتاعته. شغف ما بينتهيش عند ممثل بيحب شغلانته وبيديها كل جهد هو بيملكه، وجواه موهبة جبارة مساعدة انه يجري ورا طموحاته بمساعدة مخرج كبير زي شريف عرفة. نضال الشافعي زي ما قلتلك هو كان بيغير جلده بسرعة، كان بيتنقل من دور واحد شوارعجي لمذيع لتاجر مخدرات. نضال الشافعي كان بيخاف من تكرار نفس الدور، كان كابوسه انه يتحصر في دور معين ما يعرفش يخرج منه، كان واخد درس من نجوم كتير قوي قبله وحصروا نفسهم في دور قتلهم فنيا بدري بدري، فكان كل ما يجيله فرصه دور مختلف لسه رهانه مع الناس مش مضمون كان يجري عليه ويقول انا هلعبه وهراهن عليه. كانت اختياراته فوق الممتازه لحد 2015. نضال يا اخوانا كان واخد اللمعه كلها في فيلم الديلر. بتريد تلعب لحالك عظيم جلي اتفق معي ده مو قلت لي في القهوه الكم مشهد بتوعه في ابراهيم الابيض علمه قوي مع الناس. جدع ورا جدع يجي يتقدم للسنيوره، كل ما يعجبها واحد ما يفوتش يوم الا وتلاقيه دهس الكاميون يطلعوه من طرنشه صرفه مخنوق، يلاقوا جثته عند الهويس منفوخه وملهاش معالم. بطل الراجل النسوان اللي انت عملت رغيه ده متشقلب. دوره البسيط في عايزه اتجوز عاش وفضل يتكرر اكتر بكتير عن حلقات باقي المسلسل كلها اساسا. تبعت لي بهندس وانا افقر من الفقير والبلية الا العابي. يلا 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 ارمي يا معلم ارمي شد 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 هوب 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 هوب. دوره في السلاسة يشتغلونها كان فوق الممتاز وكان دمه خفيف، ده حتى في ناس دلوقتي ما بتفتكرش غير دوره في السلاسة يشتغلونها بس اساسا. يا تراني يا اولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ يا حيوان يا ابن الجزمة ايه ماشي من اوضه النوم على الحمام؟ ايه يعني ما نعديش؟ ده حمار جاري الحمار يا ابن الصرمه. دول بهايم. دول ايه؟ بهايم. شفت النجاحات دي كلها؟ كان لازم عادل امام يكلم نضال الجوكر اللي بيعرف يلعب في الدراما والكوميديا بالشطاره دي. عادل امام جابه في دور عبد الجليل في فرقه ناجي عطله، دور عبد الجليل اللي خلص المسلسل لكن عبد الجليل ما خلصش، لحد النهارده بيرجع ترند تاني في كل حته. دور عبد الجليل زي ما قلت لك هو اضاف له ياما من فنان متخصص في الاهتمام بادق تفاصيل الشخصيه بتاعته. كان عادل امام بيقول لهم سيبوه يرتجل ويطلع كل اللي هو عايزه من جواه، شبه ما سابه بالظبط يقول كل اللي هو عايزه في دور الصغير قوي في فيلم بوبوس. بتعرف يا باشمهندس هي القعده جنبك دي جوزها مفكري دي؟ لا دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها اللي جنبها. عادل امام برضو ما تسماش زعيم على الفاضي، عنده نظره في الفنان اللي قدامه من كام مشهد يعرف ده موهوب ولا اي كلام، وهو عارف كويس قوي ان نضال اللي قدامه ده كان موهوب ومش موهبه سهله كمان. شوف عبد الجليل هنسرق بنك. الله اكبر الله اكبر يا دعاك اللي جاب يامه يا دعاك اللي جاب يامه. نضال جمع كل الشخصيات اللي لعبها لقى بينهم حاجه مشتركه بتعجب الناس، العصبيه، فحب يجربها تاني في مسلسل دلع البنات مع مي عز الدين. قال لك هجربها ولو عجبت الناس نكمل فيها ونلعب في المضمون شويه. ما كانش واخد باله ان اللي كان مرعوب منه وخايف يقرب بس حواليه بقى رايح له بمزاجه وبرجلين الاثنين لحد عنده. فخ التكرار والثقه الزياده في النفس اللي بتوصلك للوهم. نضال حس انه قادر يشيل بطوله بعد 6 سنين ادوار صغيره ناجحه بين الناس. على فكره انا ما عنديش اي مانع انه يعمل كده، ولما عمل كده هو كانت فكره صح 100% لانه موهوب والناس حفظته خلاص. بس ليه يوم ما قرر ابقى بطل اختار فيلم زي عمر الازرق؟ سامحني يا عمر. سامحني. سعيد انت كويس؟ ما تخافش. سعيد مالوش دعوه باي حاجه. سيبوه، خلي الموضوع بيني وبينكم بس. سعيد مالوش ذنب. هسيبه؟ انت عارف القانون بتاعنا يا عمر، الخاين مالوش اي مكان بينا.
مع اني موهوب ودارس وعندي قدرة ان اشيل بطولة صح حتى لو متأخرة شوية، بس اختار الفيلم اللي هلعبه صح. لا، هو كمل في رحلته الوقوع الى الهوية، يعمل فيلم هابط في 2019 اسمه ضغط عالي، وبعدها بسنة يعمل اكتر فيلم اكشن عبيد في الدنيا زنزانة 7. يعني الحمد لله ردود الافعال كانت اكتر من عهيلة وجميلة جدا جدا. انا سعيد بيها جدا، وسعيد بالنجاح اللي لقيناه رغم الظروف الصعبة في فيلم زنزانة 7. وشطرنج 1 وشطرنج 2 وشطرنج 3 وشطرنج 4. حد سمع عن الحاجات اللي انا بقولها دي قبل كده يا جماعة؟ يعني بجد ليه واحد كان عامل دور عبقري في فيلم الديلر والجزيرة وفرقة ناجي عطا الله يعمل الهبل ده؟ ده واحد كان بيضيف للكاركتر اللي بيلعبه كتير قوي يا جماعة، واحد كان وجوده في اي عمل يقدر يبهرك بسهولة قوي وانت تفضل منبهر بأدائه طول الفيلم. خوفك الزيادة من التكرار خلاك وانت مش واخد بالك بتكرر نفسك عشان منتج هيدفع اكتر، او بيوهمك انك بطل ونجم شباك مضمون والناس بتحبك كده. زي ما قلتلك في الاول، الموهبة عشان تكمل لازم دراسة، وعشان تبقى متكامل فنيا فعلا لازم عقلية محترمة في اختيار الادوار، عقلية تقدر تشوف مستقبلك كبطل فيلم او العمل ده عامل ازاي، المخرج اللي هشتغل معاه ده يقدر يطلع عمل يوظفني فيه صح ولا لا. نضال الشافعي وسط الزحمة دي كلها كان عامل دور درامي حلو قوي بشخصية ابراهيم السناوي في الاختيار، ودور عظيم في مسلسل رسالة الإمام. هوب، انت فاكرني هكمل صح ولا ايه؟ لا، دولارات دولارات مع الفنان لوشا نجم التيك توك. نضال الشافعي خد وقفة اعتقد بسبب مرضه او ازمة صحية، ولما رجع منها لقى نفسه اتنسى، فللأسف من قلة العروض اللي بتجيله بيضطر يقبل بأقل الافلام عشان الفلوس. قلة العروض اللي خلته يعمل حركة انا مش شايفها حركة تحافظ على كرامة الفنان نهائي، بقى يطلع في البرامج يقول انا مش لاقي وياريت يتعرض عليا شغل. طلعت بسرعة بسبب شريف عرفة، وزي ما قلتلك طلعته بسرعة هتخسره ياما، بسبب انه لما اتشهر او اتعرف بدري حب ياخد البطولة بدري بعقلية لسه ما اكتملتش او خدت خبرة البطولة هي كمان. نضال الشافعي هو موهبة للأسف عقليتها أخرتها ياما، أخرتها عن الطريق الصح اللي المفروض كانت تمشي فيه. أتمنى إن الفنان الموهوب ده بجد يرجع ويشارك في أدوار صح حتى لو مش كبيرة. أنت فاهم يعني إيه مش كبيرة؟ أنت دورك في الجزيرة ما كانش كبير، بس كبر عشان أنت عملته صح. أنت كنت سيد اللي بيلمع في تامر وشوقية عن أي حد بيمثل جنبه. أنت عبد الجليل اللي مخلي الناس لحد دلوقتي ترجع تتفرج على فرقة ناجي عطا الله عشانك. انت لحد دلوقتي بيتعرض عليك اعمال انا متاكد، وانت كمان مشارك في رمضان 2024 بمسلسلات قويه مش ضعيفه خالص زي الحشاشين مع كريم عبد العزيز. يا ريت يا ريت ترجع تاني للتنوع والذكاء في ادوارك اللي ما كانتش سهله. يا ريت تختار اللي يفيدك فعلا مش اللي فلوسه اكتر ووهم البطوله فيه احلى. خلي النحت بعدين مش دلوقتي. انا كده خلصت كلامي عن الفنان اللي بحبه جدا وشايفه موهبه اتظلمت واتاخرت ياما عن طريقها اللي المفروض كانت تمشي فيه. المهم ما تنساش اللايك والسبسكرايب. شكرا جدا لوقتك، انا احمد اسامة، سلام. دلوقتي الحالة طلبت وبقلت فنانين، والبنية في ثانية لعبت وهبقى